مرحبا 19، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله مناح. خلص توجيهي ويلكم تو ذا هيل. معكم الدكتور محمد قنيبي، مدير مركز الأعصاب في جامعة النجاح الوطنية كلية الطب. بدنا نحكي لكم اليوم على إنجاز كبير عملته جامعة النجاح، واللي هي الأكتيف ليرنينج، التعليم النشط. التعليم النشط إحنا بلشت الفكرة لما كنا نشوف الطلاب لما يجوا عندنا سنة أولى، بالذات عندنا كان في فجوة كتير كبيرة بين الجامعة والمدارس، ونتيجة هذه الفجوة فكرنا كيف نقدر إحنا نقلل هذه الفجوة. وسمعنا طبعا عن جامعات في لندن انه كيف الطلاب بيكونوا متشوقين وبكونوا على استعداد اكثر للجامعه. وخطبنا الجامعه واداره الجامعه، واداره الجامعه كانت كثير مبسوطه من هذه الشغله انه احنا نروح عندهم ونتعلم ايش بالضبط بيسووا عشان يقدروا يساعدوا هذول الطلاب يقللوا من هذه الفجوه. بالفعل رحنا على لندن 10 ايام تعلمنا البرنامج، وجينا على هون نطبقه على أكبر كورس في كلية الطب، هو كورس الأحياء العامة للهيلث ساينسز، تكون من 1200 طالب. السلام عليكم، أنا الطالب عباد يمك، دفعة 118. بداية ما دام أنه هذا الفيديو موجه لطلاب 119 الدفعة القادمة، بحب أهنيهم أنهم أنهوا توجيهي وأكيد تفوقوا فيه. بحب أحكي لهم أنه أنتوا انتقلتوا من مرحلة التوجيه لمرحلة الجامعة، مرحلتين مختلفات تماماً، تحديات جديدة، كثير مهمات وإنجازات تستناكم تنتظركم، خصوصاً إنكم دخلتوا طب، والطب طبعاً مش أي بني آدم بدخله، ومش أي بني آدم أيضاً بيستمر في الطب. طبعاً التحديات رح تبدأ كل يوم كل أسبوع، لازم تكونوا قد المهمة وقد العزيمة عشان تستمروا في الطب وفعلاً إنكم تبدعوا. الاكتيف ليرنينج فكرته بسيطه، انه اوعك تبصم، بدك كله من الانترنت، بحث، اندبندنج ستادينج. فيعني اجيت انا هون اتدمرت. دكتور محمد قنيبي اجى حكى لنا سلايدات اوعكم تستخدموها، مع انه هون الكل بيستخدم سلايدات، واجه كل الجامعه تقريبا. وانا فكرت طبعا انه يعني هذا الموضوع كله حيفشل، بس سبحان الله لا ما فشلش، والحمد لله شهدت ارتفاع كبير في مستويات كل الطلاب. يعني كنت انا من ضمنهم، لا انجليزيتي كانت منيحة وصارت منيحة، خصوصا بعد المتر. صح كان صعب، بس لاحظت في ارتفاع في مستواي. طبعا كوني برضو من الإمارات، ما كنتش متوقع انه هون الجامعات حتكون زي نفس المستوى هناك، بس لما اجيت هون درست غيرت نظرتي بشكل كامل عن الجامعات الثانية، وانه ممكن تنافس حتى الجامعات الأحسن اللي من الإمارات. مشكلة الإنجليزي كان طبعا مشكلة كبيرة كبداية، لانه احنا كل تعليمنا كان عربي، وحتى مادة الإنجليزي لا يعني مش من مستوى كانت في ايام مدارس، فانا من جديد بلشنا انه في الانجليزي، وكان التعب يعني فتره تعب، بس احنا هنا الانجليزي نتخلص مشكلتها. فكيف انه يجي هذا النظام؟ هذا يعني صعوبه زياده كانت علينا. هاي في اولها كانت يعني اول حوالي شهر كان يعني فعلا ضغط كبير، فما كناش نلزم فيها يعني بحذافيرها. بعيد عن كل الايجابيات، الاشي كتير صعب بالبدايه اكيد، كون احنا عم ناخد 12 سنه منهج مختلف كليا باسلوب تعليم مختلف تماما، فهذا الاسلوب اجى مغير تماما لنا. يعني ما تتضايقوا على، بالعكس انبسطوا واعرفوا انه هذا الاشي لمصلحتكم. كمان رح ينمي في عندكم كتير اشياء، غير انه انت عم تشتغل لحالك رح الدكتور رح يخليكم عم تشتغلوا كتيم مع بعض، فهذا رح ينمي عندك جوانب تانية غير التعليم، غير انه اسلوبك الدراسي كليا رح يختلف، لانه دايما الدكتور كان يقول لنا انا ما بدي اياكم بس تستفيدوا لهذا الكورس، انا بدي اياكم هذا الاسلوب تستعملوه لباقي الكورسات. بحب احكيكم انه عن جد استمتعوا وانتم بتعملوه، واعرفوا انه هو اولا واخيرا لمصلحتكم. طبعا والشيء المميز كثير انه تم ادخال التكنولوجيا بشكل رهيب في الكورس هذا، عن طريق كثير شغلات، ادخال كاميرا ذكيه، ادخال سمارت بورد، واخرى كمان انه في عندك تطبيق ذكي على الجوال اللي هو سوكراتيف. كيف راح نستخدم سوكراتيف؟ سوكراتيف راح نستخدمه تقريبا كل يوم، وبرضه كل نهايه تشابتر، انه كل يوم راح يشوف الدكتور احنا شو استفدنا من المحاضره، ويقيمها بناء على اسئله راح يحطها على سوكراتيف.
برضو كل نهاية شابتر إنه راح يكون في كويز على كل شابتر عليه علامات معينة راح يتم امتحانكم فيها. شو المفيد فيه؟ هو طبعا جدا مفيد، احنا كثير استفدنا منه لانه حظنا على الدراسة اليومية، احنا استفدنا كثير لانه لو انه ما درسنا يوميا كانت تراكمت علينا المواد، كان ما عرفناش نلخص، كان ما عرفناش نعمل اشي بالكتاب، كان ما تفوقناش بالمادة. فسوكراتيف وادخال التكنولوجيا، ايضا ادخال الكاميرا الذكية وانه تتابع الكل، ادخال سمارت بورد سهل كثير، ابتعدنا عن التقليد، ابتعدنا كثير عن التقليد، استخدم الالوان، استخدم كثير شغلات، ساعدتنا على الفهم، ساعدتنا على التركيز، ساعدتنا بكل شيء. عملناها وكانت تجربه جدا رائعه، ومن خلال انه احنا كان الطالب هو مش جزء، مش فقط يجي يسمع للدكتور ايش بده يحكي له، ولكن هو جزء لا يتجزأ من الحصه، يعني كان هو عنصر مهم من الحصه، كان هو يشارك في ارائه، يشارك في المعلومات اللي تنحكى في الحصة، من خلال طبعا من خلال البحث والتكنولوجيا، استخدمنا التلفونات، التلفون بدل ما يكون مصدر انه بلهي الطلاب كان مصدر انه يشجع الطلاب على التعليم، وكانت هذه بصراحة شغلة كتير حلوة انه الطلاب صار يحبوا يجوا على الحصة، يحبوا انه يجوا يشاركوا في الأفكار، وكانت أفكار رائعة، يعني كتير طلاب ما فقط تعلموا أحياء ولكن صار تطور عندهم أكاديميا، صاروا يجوا يشاركوا في أمراض معينة. هلأ حاليا بيجي بيحكوا لي إنه والله أنا بأخذ الكورس مايكروبيولوجي ودرست عنه، وبس لكن أنا أوريدي بعرف هذا المرض عشان أنا بحثت عنه، وآلية البحث عندهم تطورت جدا جدا. أنا بدي أحكي عن موضوع البحث والفيديوهات. هلأ أنتوا حتصيروا تحكوا إيش حيفيدني الفيديو، أحضر مثلا فيديو 4 دقائق أو شيء زي هيك، بس عن جد بتشوفوا الفائدة لما تدرسوا المادة وتلاقوا حالكم أن أنتوا ماخذين فكرة عن الموضوع قبل ما تقرأوا الكتاب، وتصير تخلص الصفحة ب3 دقائق أو 4. حتيجي تسألوا كتاب ولا سلايدات؟ أكيد كتاب. صح إنه سلايدات بتجيبوا علامات، وما حدا بنكر إنه السلايدات هي يعني إنه فيها راحة أكثر، بس زي ما حكى أكثر من حدا إنه ما توصل سنة رابعة وخامسة وسادسة الاعتماد حيكون كثير كبير على الكتاب. فأنت بتدرس عشان تهيئ حالك للسنوات الجاية، مش عشان العلامة، لا علامة هذا الكورس ولا الكورسات اللي وراها. فما تسمع من الناس اللي دائما بيحكوكم لا أو الأكتف ليرنينج ورح تتعرضوا لضغط كبير، بالعكس هو الإشي رح يطوركم، رح توصلوا آخر السمستر وحتى إنه تكون ثقتكم بنفسكم زادت مع الفصل. بس كان هو أسوأ إشي إنه انت ما تعرف اول فصل كيف انك عن جد بتروح تعمل بحث، كيف بدك تطلع الكيوردز من الكيسز او الكويزز او هاي الاشياء. بس كان عن جد كورس ممتع وانبسطنا كثير. I think this was my only course in college that I had to use group workings through my classmates. We benefited each other by taking information that they got from the online. I think this was my only course in college that I got to also benefit from my classmates, not only from the teacher. I got to take their information they already had and improve my personality through it. Not only did I discuss this information in the class, but we also got to discuss it outside of the class in groups. Even though we're first year students, we got to learn many skills that we can use in our fourth and fifth year of medical education. Like self-learning, like researching, like reading the whole book in 1 hour and being able to understand all of the small information in it. بدي احكي لكم عن الجروبات اللي كنا نعملها في الكورس البيولوجي اللي هو الاكتيف ليرنينج. كنا مع دكتور قنيبي، قسمنا لمجموعات وكل مجموعه تروح تبحث عن نفس الموضوع، والاخر يجمع المعلومات ويقارنهم وياخذ الاحسن يعطيهم علامات ومشاركات عليها. استفدنا كثير من الجروبات، كنا استفدنا فيها كثير معلومات، كانت جو حلو في بين المجموعات، قوينا فيها شخصيتنا، نحكي قدام الناس. منها كمان انه اللي هي الجو الحلو كان جوا القاعه، العلاقه قوت بين الطلاب والدكتور. جروبات هيك يعني كلها بتنمي الشخصيه، استفدنا كثير يعني. بالنسبه لبدايه الكورس كانت صعبه كثير 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 في الاول، لانه اشياء جديده واحنا مش متعودين عليها بالمره، راح تتغلبوا بس بعديها بتتعودوا، كلياتها بتصير امور سهله، بتصير انتم تحبوا الشغله. البحث عندكم بدل ما يكون ياخذ 3 ساعات في البدايه راح يصير ياخذ نص ساعه على 10 دقائق، يعني اكثر بحث راح ياخذ معكم 3 ساعه بس، هذا اخر شيء بعد ما تتقنوا البحث 100%. في البداية راح يجي تجيبوا البحث مش حجابوا ولا إشي، والدكتور قنيبي حيقولكم أنتم ما استفدتوش إشي، وعادي ضلكم مستمرين، بس أهم إشي إنه بعدين تعلموا من خطأكم، تعلموا تعلموا تعلموا، بالأخير راح توصل لكم أنتم تصيروا التوب في البحث، وهذا راح يفيدكم سنة رابعة إن شاء الله رب العالمين. وهاي الطريقة إحنا هلا صرنا نعتمدها في كل مادة بنأخذها، خصوصا بالفصل الثاني والسنة الثانية اللي بيحكوا إنه هي راح تكون صعبة، وإن شاء الله تكون سهلة علينا. ف
فإحنا هذه الفكرة يعني عملناها على كورس معين هو أكبر كورس في الجامعة، ولكن إحنا الهدف تبعنا يصير في كل جامعة النجاح تتبع هذا النظام الأكتيف ليرنينج، اللي هو إحنا نكون عنا صفوف خصوصي اسمها سمارت كلاس رومز، اللي من خلالها إحنا بنقدر نسوي هذا الشغلة. فبلشنا وكان في عندنا طلاب تشجيع انه طب دكتور ليش ما احنا نخلي المدارس بدل ما احنا نيجي وتكون الفجوه هذه كثير كبيره، ليش ما نبلش من المدارس؟ وهذا انا كثير انبسطت منها هذه الفكره. فاحنا هلا فكرتنا حاليا غير انه نخلي كل الكورسات هذه الجامعه يصيروا تتبع الاكتيف ليرنينج، ولكن كمان المدارس نفسها يصير عندها اكتيف ليرنينج، ونبلش من 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 هناك، نروح عند كل مدرسة ونعرض إنه شو بالضبط يعني من 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 خبرة الطلاب نفسهم، إنه يروحوا يعرضوا هذه الخبرة اللي أخذوها بالصفوف، ويشوف إيش نقدر إحنا كيف نقدر نساعدهم، جامعة النجاح كيف تقدر تساعدهم إنه نطور التعليم النشط أو الأكتيف ليرنينج في فلسطين. يعطيكم العافية. ادرسوا كتاب. ادرسوا كتاب. ادرسوا الكتاب. ادرسوا كتاب. تدرسوش. سلايدات. ادرس الكتاب. ادرس الكتاب. ادرس الكتاب. واكبر دليل على التقارب صار بينه وبين الدكتور القنيبي الحفل عملنا اياه اخر السمستر.